مساء دراري، معكم اشرف ويلو في فلوق واحد اخر. المهم دراري عرفش دار شي واحد خطا، ما بقيتش كلوه لي فلوق ديما، كنت موال كندير من جوج سيمانات ولا سيمانه ودابا ما بقيتش كاع كلوه لي فلوق ديما. المهم دابا حنا في العطله اليوم الاثنين، عندنا الفخاد عاوتاني غنصور لكم الفخاد، غنحاول البيسبس والتريسبس والدار ندير لكم في شي فلوق اخر. المهم كل بيس كل غنديرو بوحدو. المهم الدراري انا فخت معطل ودير مع الدري، داير مع ديك الوحده ولا الوحده ونص. المهم دابا شي 11 يعني مايمكنش لي ندخل واحد دور بحث الا مشيت تشاكليت غادي نمشي لاصي وانا كلشي عامر ما غنترينيش على راسي، يعني خصني ندخل الكربوهيدرات بزاف. غادي ندير واحد 150 غرام ديال الروز وندير واحد 5 البيضات، وقبل ما نمشي لاصي غنحاول نعرق بنان. المهم الدراري دابا 12 قلت ولوت كما كتشوفوا 12 قلت ولوت. المهم الدراري اللي غيمشي معانا لاصال اكبر نعاس على وجيلر، المهم هو يقدر يفيق معطل، نقدر نمشيو لاصال معطل، نقدر ندخل دوروبا. المهم انا غنشوفوا شنو غادي يكون الدراري. غادي نصبق هذا حيت جاني الجوع انايا. المهم بنانا شويه ديال الماء، المهم غنحاول نزيد على ما يطيب الروز، عم تبع الروز ونصوب البيض. هو الدراري الفطور، المهم 150 غرام ديال الروز، 5 البيضات، هذا هو الفطور. المهم الدراري فاش تلاقيت مع الدري اللي داير معاه قال لي راه ما غيمشيش للاصال، ولكن المهم تهلا فيا عطاني واحد جوج كوبات ديال السيفور. المهم الدراري اول مره غادي نجرب بري ورك اوت. الدراري الدري اللي كنت غنمشي معاه في الصباح مع الوحده ديال النهار ما بقاش غيمشي معايا، المهم عطاني السيفور، شكرا الزوير. المهم غنمشي انا وعبد الله، بقى لنا شي 25 دقيقة ديال الطريق باش نوصلوا لاصال. المهم غنضرب ثلاثة البنانات نتلاقى. المهم الدراري جينا للمحلابة انا وعبد الله، المهم عبد الله خدا واحد عصير ديال البنان في معلقه ديال العسل، معلقه ديال العسل، المهم هاو الشيكر ودابا غنعمرو. المهم الدراري اول حاجه بديت بها هي السكوات، المهم بقيت خدام في هاد الحصه هادي غير بالخفيف، ما فاتش 40 كيلو. المهم ضربت جوج سيريات ب 20 كيلو وتبعت ثلاثه السيريات ب 40 كيلو. المهم السيريه الاولى فيها 10 والثانية 10 والثلاثة الاخرين فيهم 12. المهم داك الدري صاحبي عبد الله، المهم هادي هي السيرية ديالي الاخرى ديال 40 كيلو، مضربتش فيها 12 بوان. المهم الدراري ما عرفتش علاش ما قديتش نخدم مزيان في الفخاد، المهم كنضربني 20 كيلو 140 8 ديال لي بوان اليوم 80 كيلو، ما قديتش نضربها حتى 10 في الوقت الجاده. المهم خدمت بالخفيف، المهم دابا كنركز على الفخاد اللور، كل حصه مره كنركز على الفخاد قدام كنبدا بهم من الاول كنعطيهم الاهميه ديالهم، و الحصه من وراها كندير فخاد اللور كل مره كنعطيها اهميه. وانا موال في الدراري كنضرب قهوه كنخبط مزيان كنتريني، ولكن اليوم ما عرفتش علاش اليوم بقى خدام بالخفيف، قديش نطلع شويه البوار نخدم بالبوا ثقيل، ما قديش نبقى خدام بالخفيف وندير ريب. المهم الدراري الاكزرسيس اللي من وراه بديت الفخاد اللور، درت ثلاثه سيريات كل سيريه فيها 15 كنهود وكنطلع بشويه، ومن هنا كنخدم سميتو الفخاد اللور. المهم الدراري التمرين تا هو راه كيركز على الفخاد اللور، المهم درت فيه 4 سيريات، جوج الاولين فيهم 15 بوان، جوج سيريات الاخرين فيهم 12 بوان. المهم عاوتاني بقيت خدام بالخفيف كنطلع وكنهبط بشويه. I know that you still love me, but I wanna make you proud. I can't wait to see you smile.
smiling up in front of the whole crowd like I know I'ma get it, I just don't know how. I've never felt how I feel right now, but everything is alright. Everything is alright. I tell them don't worry, I'ma make you proud. I know you're scared, but it's gonna work out. Everything will be fine. Everything will be fine. You know, when you're working towards something and you don't see any signs in return, but المهم الدراري هذا الاكزرسيس احسن اكزرسيس مهم عندي انا درت فيه 5 ديال السيري كل سيري فيها 15 بوان ودست من وراها خدمت كلها في خط بوحدو في خط اليمين وفي خط اليسار سيريه سيريه المهم الدراري هاد التمرين هذا كيخدم في خط القدام مدريش فيه 4 سيريات كنضرب دي بوان وكنبلوكي شي 10 ثواني بحال هكا كلها 9 ثواني وكنعاود نضرب الماكسيموم ديالي اللي نقد نضرب به ديال النقاط و دخلت لي مولي المهم درت 5 سيريات فيهم 15 بوان بهذا الموفمون هذا ما بدلتوش وصافي هذه هي الخدمه اللي كانت عندنا المهم الدراري دخلت للدار قبيله من ورا لاصال درت لي بات وجوج حكاك ديال الطون المهم جولي زرق ودابا غادي نضرب الربا قبل الاخرى فيها الروز والدجاج وفخد ديال الدجاج والسدر المهم بجوج وكندو مع عبد الله الجايز اخويا الجايز المهم تهلا قطعت عليه المهم الدراري ما عرفتش واش الفلوق غادي نكملو ولا غادي نحبس دابا المهم انتم عند الله الدراري نتلاقاو يا اما في الربه الاخرى ولا